الوعي، فهو كما يبدو ظل يحتسي الشراب حتى الفجر. يا إله الحي، وكيف حاله الآن؟ أنا لا أعرف. حسنا، اسمحي لي. لا أستحقك يا ماريا بيا، لا أعرف كيف عملتك بكل هذه القسوة. كم أشعر بالخجل وتأنيب الضمير. اندفعت وراء الحب الذي كان بيننا في يوم من الأيام حتى كدت أن أفقد عقلي. ربما لا أستحق أن أعيش. أنا الحاكم فرناندو سانشيز، لا أساوي شيئا، لا شيء على الإطلاق دون حبك، ولكن علي أن أقبل. وقلبي تملأه الحسرة لأنني فقدتك إلى الأبد. أعرف أنك تحبني، أعرف أنك تحبني بصدق. لماذا يا إلهي؟ لما كانت مشيئتك أن يظهر مرة أخرى؟ حتى متى ستظل تعذبني وتكويني بنار هذا الحب؟ حتى متى يا إلهي؟ فأنا لم أعد أقوى على التحمل. أرجوك أن تهديني إلى الصواب، أرشدني إلى ما يرضيك، فأنا بحاجة إليك. زهرة، من يقف أمامك؟ هو أخطر مجرم في هذا الإقليم، وها هو في حجرتك. ما هذا الذي ترتديه يا توبياس؟ إنه زي سيعود علينا أنا وأنت بخير كثير جدا جدا يا حبيبتي، وسترين. سا سا سا. الآن تأكدت أنك قد جننت. سا سا سا. إن كنت قد انتهيت فاتركنا معه. كما تريدين يا آنسة. سيادة القائد مونتيرو، أهلا بك. أرأيت؟ إنه لا يحس بشيء. من الغريب أن يكون الإكثار من الشراب له كل هذا التأثير. ماري أنجل، من فضلك اتركيني معه وحدنا. لكنه لن يسمع ما تقول. أرجوك أن تدعينا وحدنا. لا أعرف إن كنت فاقدا للوعي حقا أم لا. على أي حال، دعني أخبرك أن كلاما مهما دار بيني وبين زوجتك في السجن، حيث أخبرتني بأمور أظهرت لي أنها تمثل خطرا كبيرا على أناس كثيرين. ولهذا قمت بإخفائها. وعزلتها، عزلتها تماما في مكان أكثر أمانا من السجن. سيادة الحاكم، إن الولاء